الأخبار، واتخذنا قرار كلنا قرار جماعي بفك الأخبار. نعم، لا لا لم لم يبدو اي لم يبدو اي اعتراض او تظلم او او شكوى، او انه شعروا هم مثلا مورس عليهم ان الراي الاغلبيه او هكذا، لم يتذمروا من شيء كهذا. لا 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 لا، نعم، هم اصلوا مساله عدم التزامهم بقرار الاغلبيه، اصلوا واحده من الفروقات للنظام الداخلي وقرارات المؤتمر هي اصلا كانت موجوده. أنا أتذكر في المؤتمر اللي تكلموا هم نفرين في الموضوع ده، بس من الحركة من الحزب الديمقراطي قال أن المسألة هي ليست مسألة الحركة الشعبية، وإحنا موجودين برضو وكنا قدمنا مذكرة وإلى آخره. نعم. أما عليه الرد أن المذكرة اللي قدمت من أعضاء اللجنة التنفيذية هي بحد ذاتها تجاوز للنظام الداخلي. لأن المذكرة كتبت لقواعد الحزب دون علم المكتب التنفيذي ودون علم رئيس المكتب التنفيذي. نعم. الناحية الثانية، المناقشة الموجودة حاليا في هذه الاجتماع للمكتب التنفيذي هي مناقشة قضية الحرق الثالث. الأخ رئيس التنظيم الجديد اللي هو درينجي وافق على فك الارتباط وطلب أنه نأخذ مهلة، بمعنى آخر ندي نفسنا فرصة لمناقشة البيان والاتفاق على محتواه، ورفض هذه الاقتراح لأن احنا طالما اتفقنا على الفك الارتباط لا نستطيع أن نتفق على البيان الختامي بتاعنا لفك الارتباط. نعم. لأنه لو في اتفاق لما كان حصل أصلا فك الارتباط يعني. فالإخوان ما كلهم كانوا متفقين الحاضرين في المكتب التنفيذي بفك الارتباط يعني على لسان رئيسهم الحالي. نعم، إذا كان الأمر كذلك من كل منطقة اللي كانوا موجودين. نعم أستاذ محمد آدم، لو انتقلنا إلى السؤال الآخر، نعم علمنا أنه يمكن سبب فك الارتباط بالنسبة للحركة الشعبية، لكن بعد ذلك ظهرت مجموعة أخرى من الحزب الديمقراطي يعني مشت مع الحركة الشعبية وشكلوا الحزب الجناح الآخر للحزب الديمقراطي، ما هل كان خلافه معكم سبب الملتقى أم هناك أسباب أخرى؟ نعم صراحة ملادم، لو كان خروج الحركة الشعبية أو الأفراد اللي خرجوا معهم من الحزب الديمقراطي لو كان خروج لخلاف رأيهم مع خلاف الأغلبية أصلا لما وقعنا معهم من الوهلة الأولى للدخول في الوحدة، لأننا قبلناهم في الوحدة وقبلونا، أي بمعنى آخر ابتدينا كلنا قبل بعضنا البعض بكل علاته، وخصوصا أن الحزبين اللي كان خطوا خطوات عديدة ولفترة طويلة كانوا يؤمنوا بأن الاختلاف في رؤية المشترك واحدة من أهم تطوير الحزب وتجديد بنائه، شريطة أن يمتلك الحزب القدرة على فهم أهمية الاختلاف بمكوناته أفرادا ومؤسسات على قاعدة قبول الآخر مع تباين واختلاف الآراء وإدراك أهمية وضرورة وجوده وفق آليات تنظيم هذه العلاقة واستمرارها. السبب الأساسي لفك الارتباط أو لخروجهم كان لعدم التزام الحركة الشعبية بالآليات التي تنظم هذه العلاقة وتضمن استمراريتها، وليس على خلاف الاشتراك في الملتقى أو عدمه. ثم كانوا يستمروا في الحزب مع احتفاظ برأيهم والعمل في برولته في إطار المؤسسات الحزبية يعني، ولكن هم الشيء الأساسي اللي كان هو عدم الالتزام وفرض رأي الأقلية على الأغلبية، هذا كان السبب الأساسي للخروج. نعم نعم استاذ احمد، لو انتقلنا الى سؤال اخر يعني الان بعد انعقاد الملتقى ومناشدته لكم للالتحاق بركب المؤتمر القادم وتخصيص مقعدين في المفوضيه لحزبكم، لماذا تصرون حتى الان على رفض الملتقى؟ ما الفوائد السياسيه والوطنيه التي تريدون تحقيقها من خلال هذا الرفض؟ الا تخشون من ان هذا الرفض يصوركم على انكم من جهه سلبيه
تقف موقف عدائي من مسألة يبدو أنها تجد إجماع وطني إلى حد كبير؟ تم تخصيص مقعدين لحزب الشعب الديمقراطي بالدفع من الحريصين على وحدة المعارضة من التنظيمات والمنظمات والأفراد بداخل المنطقة. نعم. ولكن أصحاب الأضراب الخبيثة التفت على هذه القرار رغم مطالبة بعض أعضاء المفوضية لقيادة التحالف لإبلاغ حزب الشعب الديمقراطي لإرسال ممثليه في انعقاد اجتماع المفوضية قبل انعقاد اجتماع المفوضية. ولكن قيادة التحالف لم تبلغ الحزب ولا بعد استفساره من قيادة التحالف حول المقعدين المنشورين في الشبكات العنكبوت. نعم. وتم إبلاغنا بعد ذلك بعد انتباه اجتماع المفوضية ووضع برنامج عملها وانتخاب التاريخ. أما بخصوص الرفض، نحن رفضنا قرارات الملتقى لأنها تساوم بوحدة الوطن والشعب، وهذا شيء طبيعي لأن من تهمه مصلحة وطنه وشعبه لا يقبل الإملاءات سواء كانت من النظام أو غيره. وفي نفس الوقت نرى أهمية للحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لتصحيح مسار المعارضة والحفاظ على وحدتها وإنقاذ الشعب والوطن. نعم. إما بالنسبة للإجماع ويصورون وإلى آخره، في اعتقادنا ليس هناك إجماع وطني بالمفهوم الصحيح الذي يخدم قضية الجماهير. وثانيا نريد تأكيد موقفنا الثابت لعدم قبولنا للسياسات الإقصائية التي يمارسها النظام الحاكم في أسمرة ومن بعضه الجماعات الإقصائية في معسكر المعارض. ثالثا نريد ترسيخ وإشاعة المفاهيم المعبرة عن أنماط سلوك النظام للعلاقة بين القوى السياسية والمدنية المعارضة وعلاقة هذه التشكيلات ببعضها البعض على أساس التكاملية والاختلاف في الرأي وعلاقة قاعدة السعي المشترك للوصول نحو الأفضل وليس على قاعدة الانعدام المطلق أي الحضون الحقيقي عن ذلك. نعم. ثم الذين يصورون بالسلبية والعداء فهم في اعتقادنا هم الخصوم السياسية، وهذا طبيعي حتى يزول أحدنا بزوال مقومات وجوده أو نصل إلى درجة وعي يمكننا من الالتزام وليس الإقرار فقط بحق الآخر بالاختلاف والعيش المشترك. نعم. أستاذ محمد آلم، إذن أنت تختلف معي في طرح السؤال. يمكن أنا قلت في إجماع وطني إلى حد ما، يعني أنت بترى أنه ما في إجماع في الملتقى أو في المؤتمر القادم. المؤتمر القادم لسه ما انعقد، لا نستطيع ان نقيمه قبل انعقاده. نعم، بس في خطوات تمهيديه له، في خطوات تمهيديه. هم المؤتمر اللي فات مؤتمر الدفاع ان حصل فيه ليس اجماع بل انما هو اصطفاف لجهات تربطها مصالح ومواقف سياسيه معاديه للطرف الاخر لاصطفاف من تنظيمات ومنظمات مجتمع مدني. نعم. لأن الاصطفاف الوطني في النهاية النتيجة بتاعته تكون لصالح الوطن، بالعكس التجمع الإجماع الوطني اللي ذكرته ده من المؤتمر الحوار هو طلع مختلف على قضايا أساسية تمثل في وحدة الأرض ووحدة الشعب يعني. نعم. فهذا ليس إجماع وطني بل إنما هو اصطفاف لقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجزء كبير منها تعتبر روافد لهذه التنظيمات يعني. نعم. هل ترى أي تأثيرات سلبية خلفتها المجموعة والجناح الآخر الذي خرج عن الحزب سواء كان على مستوى القاعدة أو القيادة أو مقدرات الحزب الأخرى، وهل ترى إمكانية لم يشمل أجنحة الحزب من جديد؟ والله لا أحمد، كما هو معروف أصلاً أي انشقاق هو بغيض يعني. نعم. وكل ما يؤدي إلى البغضاء خسارة يعني. والخسارة الكبرى تضمن في تضايق الهبوط معنويات شعبنا بسبب الفشل الجزئي أو الكامل بالتجارب الوحدوية بتاعنا في الساحة يعني. ثم المقارنة مع الحالة التي كانت سائدة في الحياة الداخلية للحزب أستطيع أن أقول
الآن سنتصرف لبناء الحزب بدلا من أن كنا نضيع جل وقتنا في حراسة الحزب من الانهيار داخليا. نعم استاذ محمد ادم، ايضا علمنا ان وفد من حزبكم وصل الى اديس ابابا والتقى مع المسؤولين الاثيوبيين، فما هي القضايا التي ناقشها وهل من بين مساله موقفكم من الملتقى القادم او المؤتمر القادم؟ والله بخصوص وفدنا الزائر لاثيوبيا الشقيقه استقبل من حكومه الوداد على مستوى عالي من الحفاوه والكرم الطيب، وان الوفد زار الاشقاء في اثيوبيا لمناقشه قضايا استراتيجيه تتعلق بحاضر ومستقبل الشعبين الاريتري والايثيوبي. ثم عدم مشاركتنا في الملتقى قرار خاص بالحزب فقط، ولا يتغير الا بتغيير العوامل والاسباب التي ادت الى صدور هذه القرارات. والوفد لا زال مستمر في مهامه ولم تنتهي المهمه بتاعته، وان شاء الله عما قريب هتطلع كل التفاصيل حول زيارة الحزب ونشاطاته مع واتصالاته وحواراته مع الأخوان في اثيوبيا الشقيقة ومع بقية التنظيمات الإريترية. نعم. المتتبع ايضا لاعلام حزبكم يشعر انكم تحذرون دوما من التدخل الاثيوبي في شؤون المعارض الاريتريه، كيف تقرون العلاقه بين الطرفين وما هي الخطوات الحمراء في هذه العلاقه او الخطوط الحمراء؟ اعتقادي ان ما يشعر به الانسان في دواخله هي حاله تعبر عن توجسه من شيء يحس به شخصيا. وفي اعتقادي المصلحة الوطنية تتطلب أن يعبر عن إحساسه للجهة التي يتوجس منها. وإن حزب الشعب الديمقراطي ليس له فوبيا من إثيوبيا بعد الثورة. إما مخاوفنا وآراؤنا نقولها للأشقاء الإثيوبيين حرصا منا للعلاقة الاستراتيجية بين شعبين ومصالحهم القريبة والبعيدة. نعم. أما الخطوط الحمراء فهي معروفة، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية من الطرفين يعني. نعم، هل ترون هذا التدخل موجود فعلا؟ والله بالنسبة للإخوان في إثيوبيا أن هم يدافعوا عن مصالحهم ويطلقوا علاقات مع كل الأطراف القريب منهم والبعيد، هي حاجة